الله مساك بالخير جميعا، اهلا وسهلا فيكم بقناتي اكلات شعبية. نحن نسلم عليكم واحد وواحد. انا كردية سورية من عفرين من محافظة حلب. انا برحب فيكم بقناتي، قناتي اكلات شعبية اسمها. موضوع اليوم بدنا نحكي اكلة معروفة كل العالم، بس كل منطقة لها اسم، وأنا بفرجيكم إياها شو هو. هاي معروفة عنا بالعفرين اسمها ماستي كاماندي. تبع الفيديو للأخير إن شاء الله يعجبكم. عنا بالعفرين نحن بنعمل ماستي كاماندي مشان الصبح بناكل مع الشاي، هاي معروفة. وتاني شي بالحلب معروفة اسمها لبنة، وبالدرعة بيعملوا شي طبخة مع بلغر اسمها مليحة، يعني اسمها طبخة مليحة بالدرعة. وفيها مكان تاني، وهي الأكلة معروفة بالأردن اسمها جميد. جميد هاي هو جميد بيعملوا باللبنة وبعدين يبسوها، نشفوها مليح أي شغلة هيك بجمدوها، بعدين نشفوها وشيلوها على الشتاء. بالأيام اللزوم بيطلعوه وبيعمل الطبخ. وأنا عملتها نفس الشي، بس شو هو ولادي وغير ولادي سمعين بيسمعوا شو هو جميد، عم بسأل شو هو الجميد. جميد يعني شي بارد، ايه جميد يعني شي بارد، شي متجمد هيك، يعني هي الكلمة بتجي هيك. في ناس ما بيعرفوها شو هو أكل الجميد، وأنا عملتها وأنا حضرت وأنا حطيتها بالفريزر مشان أي وقت إذا لازمنا نحن نطلعها على الفريزر نطبخ. وفيها هالفيديو، فيديو اليوم فيها هيك أشكال وألوان مثل ما بيقولوا، منوعة طبخ وطبيعة، وإن شاء الله يعجبكم. تابع الفيديو للآخر وبخاطركم أيضا. هوا جميدة وكي دبين جميد بالعربي، هوا جميدة متشكر نقنا أوفينا ما تشكر. وأنا مرنز فستوني جارك بي أمي بشيفك أمي نقنا تيك نوف نايلون وأزيتك فريزة، لأني فريزة دوبي شيترة رطوبة تميل السر هاي معناه برعش كنابة واختك رنا شيفي معناه مارلينا حيرة. لأني أشكري بي بيشتو تكبروك دوبيك حتونكي جنان ببي إنا هونوكي رطوبة تدو دميني خارنوبي. أول سر مسئلاتي موابكا يأكي تشيكي
امينو كنوتك النوف نايلون ببيتشن وازل وابمينا أبو زعتر وجلو ريحانية تركية ماتشي كاري أنك تشيكا شلا رندو واضح بي أفتشتو بنسي رجيتي